بيقول لي يعني ايه موضوع المهاجم؟ قلت له يا حبيبي انت قول اللي انت عايزه، انا بالنسبه لي انا لا اعرف شيء عن هذا الامر الا عندما يعلن النادي الاهلي عن هذا الامر. صحيح. لو النادي الاهلي لم يعلن انا لا اعرف شيء. هتقول لي مفاوضات، هقول لك قد يكون هناك مفاوضات وقد اكون عارفها ولكن بره الاستوديو. صحيح. هو الاستوديو بقناه رسميه انا لا اعلم شيء، فاهم؟ مظبوط. عشان كده انا بقول لك هذا الامر، لكن بالنسبه لي حتى لو كل برامج مصر بتتكلم في هذا الموضوع انا مش اسلام. قناه النادي الاهلي لا تستطيع، وانا قلت الكلام ده مليون مره قبل كده، ويمكن يعني البعض كاتب لي يقول لي يا عم اسلام يعني ده مصر كلها بتتكلم، مصر كلها تتكلم، لكن قناه النادي الاهلي لا تستطيع انت ده. ولا ايه رايك يا استاذ محمود؟ لما النادي الاهلي يعلن رسميا ان موديست اصبح لاعبا في النادي الاهلي فقناه الاهلي هتعلن ذلك على الفور. اذا لم يحدث ذلك خلاص الموضوع كان لم يكن، كانه لم يكن. بالظبط. لكن دي قناه رسميه وده لازم نحترم ده في القنوات الرسميه للانديه والهيئات، انه الخبر الرسمي هو اللي بيطلع من خلال القنوات الشرعيه الرسميه. صحيح. الناس كلها فعلا عارفه ان في مفاوضات، الناس كلها عارفه ان الاهلي بيسعى نحو ضم مهاجم جديد، الناس كلها متفقه حول فكره ان الاهلي يحتاج الى مهاجم جديد، الناس كلها مقتنعه بفكره ان الاهلي قدامه منافسات شرسه في الموسم الجديد. صحيح حقق موسم تاريخي في الموسم الماضي بخماسيه مبهره استثنائي. يعني انا كنت دايما اقول ان احنا اتمنى ان احنا نعمل كل سنه حفله الاستثنائي اللي احنا كنا فيها اخر مره، حفله الابطال والبطل الاستثنائي فعلا. صحيح. في كل الالعاب. لكن لو اتكلمنا على الكوره باعتبارها اللعبه الشعبيه الاولى وستظل اللعبه الشعبيه الاولى، فانت امام موسم تاريخي خماسي مبهر حقيقي. انت عندك موسم اخر في منافسات اكبر بانضمام بطوله جديده اللي هي دوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي كما يسمى، يعني دي منافسه بتضم 8 انديه كبار في القاره الافريقيه. الاهلي اكيد بيسعى لحصد اللقب اول نسخه، والاهلي اعتاد دايما انه يكون في المقدمه، يكتب اسمه بحروف من ذهب كبطل لاول نسخه في الدوري الافريقي. دي بتديك حمل كبير وحمل اكبر وتحدي مختلف لكولر وجهازه والاداره والنادي. علشان كده بنكرر نفس الكلام، انه الكل كان عنده قناعه انه لابد من التدعيم. الاهلي دعم صفوفه بامام عاشور لاعب وسط ممتاز من الناحيه الفنيه والبدنيه، رضا سليم افضل لاعب في الدوري المغربي، واحد من اهم المواهب في الوطن العربي، بيضم مهاجم جديد ان شاء الله تنتهي الصفقه على خير او النادي الاهلي يعلن رسميا عن حسم الصفقه. ده كله بياكد لك ان الاهلي بيسير على الطريق الصحيح نحو تكرار موسم استثناء ان شاء الله يكون. نتمنى ان يحدث. استاذ عبد الحكيم في هذا الامر تحديدا انا بدات افهم، او يعني كل جمهور النادي الاهلي بدانا نفكر بهذا الشكل، ان الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. بمعنى ان انا خرج من عندي حمدي فتحي فجبت امام عاشور، خرج من عندي لاعبين اخرين فجبت مكانهم رضا سليم يستطيع ان يلعب في كذا مكان. هناك تفكير او احتماليه في ان يكون هناك بعد خروج محمد شريف وبعد خروج رجع مثلا صلاح محسن، ما هو نعتبر ان صلاح محسن وكريم نيدفيت. نعم صلاح محسن وكريم نيدفيت في وسط الملعب، بتكلم على الاب وكريم نيدفيت في وسط الملعب. وبالتالي الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. النادي الاهلي زي ما احنا كنا اتكلمنا اكتر من مره هنا كابتن اسلام بيدار بنظام مؤسسي. القصه مش قصه ان انا اجيب مثلا 10 12 لاعب وارصهم قدامي واقول انا كده عامل موسم ماركاتو. طب ماشي، والناتج الفعلي ايه؟ القصه بتبقى في النادي الاهلي نظام مدير فني بيطلب احتياجاته في اداره سكاوتنج بتشتغل على مدى الموسم، بترشح طبقا للمراكز اللي عايزها المدرب وطبقا للاستراتيجيه اللي بتقعد بيجتمعوا بيحددوا المراكز. انت عايز كم مركز؟ انت مشكلتك في كم مركز؟ مارسيل كولر ما كانش محدد مثلا لاعب خط وسط، كان هيكتفي بعوده كريم نيدفيت. لما جت فرصه كويسه لحمدي فتحي والاهلي تقديرا للاعب وبشكل معين اللاعب خرج بنظام البيع النهائي للوكر القطري، كان لازم ان انت تشتغل هنا على المركز بتاع حمدي فتحي. كريم نيدفيت كان مقرر عودته باي شكل، فبالتالي انت ابتديت تبص لمين؟ لمين افضل متاح رتبت اللي عندك؟ جبت امام عاشور. هكذا تدار الصفقات في النادي الاهلي بالشكل ده، ان انت محتاج مش بقى قصه اصل احنا كنا بنعمل كوبري، اصل احنا قصه من مش عارف مين، اصل احنا على راي المهندس حضرتك هقول لك في كوبري ب 3 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار. صحيح. ده يعني اكبر كوبري في العالم. فالصفقات بالنادي الاهلي بتدور بهذا الشكل، انت مشي من عندك في مركز المهاجم حسام حسن، مشي من عندك شادي حسين، طلع محمد شريف بيع نهائي، فبالتالي اشتغلت بتشتغل حاليا على مركز المهاجم. وما ينفعش نقول ان احنا خلصت الا لما النادي الاهلي
يعلن على صفحاته ومنصاته الرسميه واداره النادي الاهلي تعلن عن اتمام صفقه المهاجم. فالنادي الاهلي بيشتغل بنظام النواقص اللي عندك ايه ودعمها. صحيح. المراكز اللي انت محتاجها عشان هتلعب 7 بطولات السنه اللي جايه او 8 او 6 بطولات و60 مباراه، محتاج العدد ده، محتاج الشكل ده، يكون عندك عنصرين او 3. ولا ننسى يا كابتن اسلام، الناس ممكن تزعل مننا بس صلاح محسن يعتبر صفقه جديده، خرج خد فرصه اعاره شارك وادى بشكل كويس، كارم ميدفيد اعاره سنتين شارك وادى بشكل كويس جدا لما رجع، كمان اكرم توفيق، اكرم توفيق عنصر مهم جدا جدا جدا. صحيح. عودته من الرباط الصليبي اضافه رائعه، نتمنى استمرار كريم فؤاد نفس الموضوع، نتمنى استمرار السلامه ليهم. دول عناصر. في اثنين انت كمان ناسيهم، معتز وزعلوك. معتز محمد وزعلوك. لا وعلى فكره لو حضرتك هتدخل في السكه دي، عندك احمد خالد كباك اللي تم تصعيده مؤخرا، ما هو برضه على رادار التصعيد للفريق الاول. عندك كذا لاعب فريق 2005، وفريق 2005 مليان مواهب، وفريق 2003 الناس اللي كانت بتنتقد في وقت سابق قطاع الناشئين في النادي الاهلي، دلوقتي قطاع الناشئين الناس بتتكلم عنه ايه؟ لما بنذيع الماتشات هنا في القناه الماتشات بتاعت الناشئين الناس دلوقتي بتقول لك يا سلام 2005 و2003 الحمد لله 8 و4 قطاع الناشئين مليء. طب ما هو ده القطاع الناس كانت بتتكلم عليه. يعني صحيح في كل اللاعبين او كل اللي موجودين سواء في 2003 او 2005 ممكن جدا تلاقيهم في مصطفى مخلوف فريق اول، رافت خليل فريق اول، عندك حمزه علاء فريق اول، عندك مصطفى مخلوف فريق اول، مصطفى شبير قبلهم كان بسنه فريق اول، عندك لعيبه، عندك كريم الدبيس فريق اول، عندك احمد نبيل كوكا فريق اول، عندك محمد زعلوك فريق اول، ادي مثلا عندك معتز محمد فريق اول، معتز محمد فريق اول، عندك احمد عبدين من المرشحين للفريق الاول، عندك عمر سيد معوض، عمر سيد معوض من الفريق المرشحين، احمد خالد كباكا مرشح، محمد رأفت المهاجم اللي جاب 3 اهداف، عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح تاح، وعندك التوأم حسام ابراهيم عادل اللي فريق 2005. كل دي عناصر. بص القاعده قد ايه اللي قدامك. كمان عندك فريق 2003 كذا عنصر النهارده ناس تألقت زي ميدو نبيل، زي اكتر من لاعب موجودين في فريق 2003 برضه ممكن ياخدوا فرص ويكون لهم دور، بجانب اللعيبه اللي خرجت على سبيل الاعاره زي محمد اشرف اللي راح زد، ما ننساوش زي حمدي ياسر اللي تم اعارته للداخليه. لكن الاعارات دي كانت سبب رئيسي في عوده مثلا اكرم توفيق للنادي الاهلي في شكله او في ثوبه الجديد. كمان محمد المغربي موجود، اعرف سموحه، عندك عبد الله بوستانجي مواليد 2005، اعرف سموح. بص كم لاعب، كم لاعب احنا بنتكلم فيهم في 2005 و2003 ما يقارب 16 او 17 لاعب، دول كلهم مؤهلين انهم يكونوا موجودين فين. ذخيره كبيره جدا.